اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صلوا عليه. احلى بنات حطولي لايك، ويلا بقى نروح نشوف الفيديو الجامد جدا ده. اسئله كتيره 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 جاتني في الروتين اللي قبل ده عن الريسبشن، فاحنا دي جوله سريعه جدا مع التفاصيل كل حاجه هقولها لكم. خليكم معايا اخر الفيديو، ما تنسوش تحطوا اللايك. طيب هنقول بسم الله، دي دخلت الباب، وبعد كده بنخش بنلاقي هنا الانتري، وهنا دي كده في وش الباب. وفي ناس كتير قالوا لي على الترابيزه اللي انا حطاها في وش المرايه، اللي هي المرايه دي هقول لكم برده انا حطاها ليه. وهنا النيش ده الجديد برده هعمل لكم عنه ريفيو سريع، بس اول حاجه نخش كده هنقول بسم الله. دي جنبين الستاره اللي انا جبتهم من العتبه، دول جنبين جاهزين. الجنب منهم كان عامل 250 جنيه. جيت هنا كمان عملت الكوشن دي، الكوشن دي ما كانتش بتاعت الكنبه، انا جبت متر قماش من اللي هو المستردة ده، والمتر اللي هو المنقوش ده يمشي معاه. المتر ده عامل 75، والمتر ده الساده عامل 55. كمان جبت اللي هو المفرش القطيفه ده، مش جبته مفرش على بعضه، ده كان قماش وانا خيطته بالشكل ده، وكان في فيديو نازل معاكم لو حابين ارجعوا له. المتر كان عامل ساعتها 250 جنيه، والمتر عملت منه مخدات، وعملت منه المفرش اللي بيدفي الكنبة ده، حلو جدا جدا في الشتاء، بحب احطه كده بيدي اجواء شتوية جميلة جدا. كمان دي السجادة، الناس اللي سألتني هي ممتازة جدا، بس طبعا مش محتاجة ان انتوا اطفال ويدلوها حاجات والكلام ده، حطي عليها حافظة، ولما يكون عندك ضيوف افرشيها، او يكون في مناسبة عيد كده، غير كده ما انصحكيش. هنا بقى الترابيزه الجميله جدا دي انا كنت جايباها من المناصره، وانا بجيب غرفه الولاد كنت وريتها لكم برضو. الترابيزه دي كنت جايباها خشب بس، وانا بعمل الرخامه بتاعه الحوض رحت عامله الرخامه للترابيزه اللي هو الجالاكسي، حلو جدا جدا الاسود الجالاكسي، فخم جدا جدا. هنا برضو نفس الكلام، حطيت اتنين كوشن على الكنبة. ونيجي بقى هنا للأسئلة الكتيرة، يا نوجة انت عاملة جايبة الأورفوف دي منين؟ انا جايباها برضو من سوق التلات، ممكن تلاقوها كمان في العتبة، بتتباع في العتبة ب45 جنيه، لكن انا جبتها اغلى شوية من سوق التلات، كانت ب55 لما نزلت العتبة، يعني عرفت ان هي ارخص ب45، فممكن تجيبيها من درب البرابرة، كمان من شارع درب البرابرة بيبيعوه. فانا جبت الابيض والاسود، وخدت مكعب من الاسود حطيته هنا وعكست عشان يبقى مدي الانطباع ده. كمان جبت هنا محتاجة شوية انتيكات لسه هجيبهم. تمام. بالنسبة للبرواز المحطوط فوق الشاشة، البرواز ده انا كنت جايباه من زمان، يعني برضو كنت جايباه من سوق التلات، كان عامل من ساعتها 50 جنيه. هنيجي بقى ناخد الجنب ده، بصوا هنا كده، دي مبخرة حلوة جدا جدا، بحط فيها المعطر، هي مش مبخرة هي بتعطر، بحط فيها المعطر، وبتبقى بتدي ريحه حلوه جدا للمكان. اما بالنسبه للثلاث ترابيزات دول، في ناس كتيره جدا جدا كانوا فاكرين ان انا عملتهم في البيت، لكن لا يا حبايبي، انا مشترياهم جاهزين ب 750 جنيه لما كنت برضو بشتري الترابيزه دي. الناس اللي متابعاني اول باول عارفه الكلام ده كويس. تمام. جبت الثلاث ترابيزات، وجبت كمان البوف ده اصلا اساسا بيتحط في غرف النوم عند السرير والكلام ده، بس انا طبعا في الحته اللي انا بعت السفره دي ما كانش في مكان احط حاجه، فحطيته، قلت هيبقى منظر حلو جنب المرايه الديكور دي. هنا حطيت برواز كل اعوذ برب الفلق، ده عندي من زمان، وعلقت بقى بصوا القلب ده برضو، ده رف يا جماعه، وحطيت عليه الزهريه باللون المستردة عشان يبقى صادد على الكوشن دي. بصوا كده، ده الكوشن او المخدة بتاعت الانتري، والفازة دي حبيت احط القلب او الرف ابيض علشان يبقى ماشي مع بقية الديكور. تمام تمام، وصلنا للحتة دي هنا، تمام التمام بالاسعار وبكل حاجة. بالنسبة للبوف ده، عشان الناس سألوني كتير، كان عامل بتاعي 700 جنيه. هنا كمان دي السجادة، في ناس كتير قالوا لي مش رايقه على المكان، وفي ناس كتير قالوا لي ان هي شكلها قديم قوي يا نوجة،
يعني مش عارفة، انا حاساها حلوة، ممكن اغيرها يعني. قولوا ايه اللون اللي ينفع اجيب واحدة شبه دي كمان احطها هنا، يبقوا الاتنين شبه بعض. بس حاسه ان بيضة جدا، ودي دخلت باب زي ما انتم شايفين، فالولاد هيدهولوها خالص. يعني انا عايزة اقول لكم انا مسكتة ولادي بالعافية عشان اعرف اصور الفيديو. كمان ما بسيبش الشقة كده، لا لازم افرش حفظات عشان ولادي بيدهولوا الدنيا تماما. هنا بقى المراية، تعالوا اشيل لكم بس الترابيزة دي، دي ترابيزة كمبيوتر، بس انا حطاها هنا علشان جوزي لما بيخش ما بيلاقيش حاجة يحط عليها المفاتيح بتاعته، ودي كانت بالنسبة له مسببة له ازمة، عمال يقول لي لا يعني انا عايز حاجة احط عليها وكده. فاهي دي المراية كاملة اهي، بدون الترابيزه. انا حطاها يعني لونها ابيض برضو، مش وحشه، وفي نفس الوقت مريحه جوزي عشان ما يبقاش متضايق اني هخش احط فلوسي وهو بيخش، مع المحفظه بقى بتاعته ومع الفلوس بتاعت الشغل بتاعته ومعاه كل حاجه، فبيبقى عايز يخش من الباب. الباب ورايا اهو شايفينه، ده الباب بيخش كده، عايز يرمي حاجته هنا على طول. تمام. فطبعا الاول كان بيخش كان في هنا جزامه، الناس برضو اللي فاكره، وكان هنا في ترابيزه سفره، كان بالنسبه له بقى الموضوع يحط في اي حته براحته. البرواز ده برضو عشان اتسالت عليه كتير، جايباه منين يا نوجة؟ مش جايباه اونلاين، عشان في ناس كانت فاكراني جايباه اونلاين، لا انا كنت جايباه برضو من شارع درب البرابره، بتلاقيه كتير وفي بقى الواناته. هنا دي بقى حته القماشه او اللي انا جبتها فصلتها يا بنات، بس ما لقيتش، بصوا اللون ده انا ما لقيتش زي اللون اللي هناك ده، فاهمين؟ بس لما جبته كده حسيت ان اللون ده احلى، ولا انتوا ايه رايكم؟ انا كنت عايزه اكمل حته للطرقه عشان يعني فاهمين الاثنين يصدوا قصاد بعض، لكن للاسف يعني ما لقيتش اللون ده تماما. نيجي بقى عند الجزء ده يا جماعه، بصوا دول اللي انا جبتهم من سوق التلات، كانوا عاملين 55 جنيه. عايزه اقول لكم ان شكلهم راقي جدا جدا وفخم كده، بصوا اللي هو الحصانه، مين بيحب يا جماعه المنظر ده؟ انا بعشقه جدا، ومدي منظر حلو جدا، والواناته متناسقه جدا مع الريسبشن. هنا بقى هنيجي عند النيش، بصوا انا اشتريته رقيق قوي، يعني في حسيته رقيق جدا جدا النيش، وحسيته سيمبل كده يعني مش عالي، بصوا حتى يعني بينه وبين السقف. بصوا طبعا انا مش عارفه اصور من يونس عمال يعيط. بصوا من تحت سيلفر وجميل جدا، وليه درجين، دول درجين تمام. هنا ليه لمبه كده من فوق، اللمبه دي بتغير الوانها حسب ما انت عايزه. هنقول بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده فتحه النيش، انا كده فتحاه اهو، حاطه بقى فيه شويه حاجات بسيطه جدا. طبعا معظم الحاجات اللي انا اتجوزت بيها، فطبعا هتلاقوا ثلاث ارباعها متكسر طبعا من الولاد اهو، بسم الله ما شاء الله. بصوا اللمبه دي حلوه جدا، بتغير الوانها، وهغيرها لكم دلوقتي حالا. في كده بتجيب احمر وموف واللون الازرق ده اهو، ونشوف الادراج تحت اهي. بصوا الدرج ده انا حاطه فيه المجات، ده جوزي بيجيبها لي، و طبعا ده بيبقى ليه وده حاطه فيه هنا اللي هي الحاجات الفخار دي اللي انا بعمل فيها. يلا بقى نشوف اللمبه، بصوا حلو جدا جدا، وده كان عامل حوالي 3500 اهو. ايه رايكم؟ قولوا لي رايكم يا جماعه، لاني انا جوزي بيقول لي مش حلو، بيقول لي ذوقك الصراحه المره دي في النيش مش حلو خالص، بيقول لي كان في حاجات احلى من كده، بس انا حسيته سيمبل ورقيق قوي يعني الصراحه. بصوا حبايبي انا كده طفيته عيد، بصوا اداني اللون اللي هو الموف، بصوا اللون الموف غير الازرق خالص. برضو بيبقى حلو في الاضاءه، بس انا بحب اكتر الازرق. هشيل لكم تاني الفيشه، شيل يا مريم حطي تاني، بيدي الاحمر، بصوا اداني لون احمر اهو. طبعا اللون اللي انت حباه اكتر بتحطيه، لكن انا بحب الازرق، شيلي يا مريم حطي الازرق تاني. بس يا جماعه هو ده بقى اللون اللي انا بحبه جدا للنيش. هقفل بقى الازاز، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه رايكم، يهمني جدا، لاني
مش عاجب جوزي الصراحه بامانه الله، بس انا بقى بالنسبه لي تحفه جدا، ده اللي انا كنت بحلم بيه، وحاساه فخم جدا جدا ورقيق كده، ومش واخد شكله زي الدولاب اللي هو الدولاب بتاع الدولاب المذهب ده، عارفينه بيبقى صغير، هو صغير ده 1.20 متر يا جماعه، مش كبير ولا حاجه، ويا ريت تقولوا لي رايكم. خلاص الجوله بتاعتي خلصت، يا رب يكون ذوقي عجبكم. لو حاسين ان في كركبه او حاسين ان حاجه تتشال مكان حاجه قولوا لي واكتبوا لي في الكومنتات، انا طبعا بحب رايكم جدا. وكلمه السر بقى النهارده ايه 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 ايه, إيه؟ يا دلع دلع يا وخلي ام صار متولع، يا دلع دلع خلي ام صار متولع طول ما انا عايشه ان شاء الله، وطول ما ربنا كرمني بحب الناس طقي، لاني دلوقتي بقت الكلاب بتهوى كتير، كل ما النجاح بيزيد كل ما الكلاب بتزيد. واحلى مسا عليكم الفانزاتي وحبايب نوجا، بس سلام.